سألت ليه وصلنا لكده؟ ليه هم ليهم صوت ووصلوا لأعلى المناصب؟ ليه غيروا في المجتمع الأمريكي وليهم حقوق وأولويات أكتر من الأمريكان نفسهم؟ كان الرد علشان هم عندهم خطة وهدف عام، وإحنا عايشين لنفسنا وبس. عشان هم فاهمين وإحنا مش فاضيين نفهم. عشان هم بيشاركوا حتى في مصاريف المدارس وإحنا كل همنا العيال يتعلموا ويشتغلوا خلاص. عشان هم دخلوا في المجتمع ورشحوا نفسهم وليهم نشاط سياسي وبقى ليهم مكانة مهمة وإحنا قافلين بابنا علينا. علشان هم مش بيخافوا وإحنا بنبعد عن الشر وبنغني له بس نعيش في سلام. عشان هم فاهمين رسالتهم، إحنا مش فاهمين ولا فاضيين لرسالتنا الحقيقية على الأرض. هم ظلم والنور مش قادر يقتحم الظلم بس بينور لنفسه. كفاية نحافظ على عيالنا من الانحراف والضياع. هم في منتهى الجراءة، هم عرفوا يندمجوا في المجتمع وإحنا عايشين مصر بس في أمريكا. عرفتوا ليه إحنا وصلنا لكده؟ عرفتوا ليه في المدارس ليهم حقوق أكتر من الأمريكان نفسهم؟ عرفتوا ليه الشر بيزيد والإرهاب بيزيد؟ عرفتوا ليه إحنا دايماً كبش الفدا؟ علشان إحنا ضعفة مش فاهمين وماشيين جنب الحيط. عشان إحنا أنانيين مش بنفكر غير في نفسنا.